ماشي، احنا هنبدأ نأبسولف دلوقتي. بس الفكرة بس اللي انا حابب اقولها قبل ما نبدأ، مش شرط ان الكود بتاعي يكون احسن حاجة، يعني المهم الفكرة. طريقة التكويد دي بتختلف من شخص للتاني، فمش هن مش هنقف عند طريقة التكويد، اهم حاجة انك تكون عارف الفكرة على طول. تمام، تعال نبدأ بأول مسألة اسمها لايكس. المسألة ديت بيقولك ايه، هي بتوصف البلوجز بتاعت كود فورسز. في البلوجز بتاعت كود فورسز انت بيكون عندك زرار الاب فوت وزرار الداون فوت، ماشي؟ لو اتكيت على زرار منهم ما ينفعش ان انت تتك على العكس. يعني دلوقتي لو انت جيت عملت اب فوت ما ينفعش تعمل داون فوت تاني، لا هو خلاص الاب فوت اتعمل، ف خلاص ما ينفعش تعمل داون فوت. تمام، طيب، والعكس صحيح، ان انت لو عملت داون فوت ما ينفعش تشيله وتحط اب فوت، لا هو خلاص. تمام، طيب، هنا بقى في المسألة بيقول لك ان انت مش هيدي لك داون فوتس خالص، يعني ما حدش هيعمل داون فوتس، انت هيعمل اب فوت. حلو، وفي ميزة تانية ان انت ممكن تشيل اللايك دوت او الاب فوت ده. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده انت معاك بوست، البوست دوت انت ممكن تعمل فيه لايك وتشيل منه اللايك، لكن ما ينفعش تعمل ديسلايك. تمام، طيب، الانبوت بتاعي وليكن مثلا هنا الواحد، لو الانبوت دوت، الانبوت بيكون رقم الشخص، الانبوت لو بالموجب يبقى الشخص ده عمل لايك، الانبوت لو بالسالب يبقى الشخص دوت شال اللايك. فهنيجي مثلا لأول تيست دوت، هو بيقول لك ايه، واحد واتنين وسالب اتنين، معناها ان الشخص الاول دوت عمل لايك، الشخص التاني عمل لايك، الشخص التاني شال اللايك. حلو، طيب، هو عايز يعمل ايه؟ بيقول لك هو عايز ماكسيمم نمبر اوف لايكس ومينيمم نمبر اوف لايكس. حلو، نشرح التيست الاول. التيست الاول هو شرحه لنا هنا، بيقول لك ايه، في التيست الاول الماكسيمم فاليوز ان انت ممكن تعمل ايه، ان انت واحد اتنين سالب اتنين. يعني ايه؟ يعني في الاول واحد عمل لايك وللحظة التانية اتنين عمل لايك، اللحظة التالتة دوت شال اللايك، فيبقى لايك لايكين، رجعت اللايك واحد تاني، دي اللايكس اللي على البوست. طب اقل حاجة ان انت تخلي اتنين يعمل لايك واتنين يشيل اللايك وبعد كده واحد يعمل لايك. تمام، حد مش فاهم المسألة؟ طيب، الحل بتاع حاجة زي كده ايه؟ الحل بتاع حاجة زي كده، انت عايز الماكسيموم. طالما قلنا الماكسيموم يبقى انت يا معلم هتخلي كل الناس اللي عاملين فوتس او كل الناس اللي عاملين لايكس هيعملوا لايك. حلو، وبعد كده تشوف الناس اللي عاملين بالسالب وهتنزل ايه، وهتنزل الحاجات دي. فعلشان نطبع الماكسيمومز، بس مجرد، طب هنشوف الكود على طول. زي ما قلت لكم طريقة التكويد ممكن ما تكونش الطف حاجة، هي في المسألة دي بس عشان هي اصلا رخمة، فيعني انتوا بس تفهموا الفكرة وتكودوا بطريقتكم. انا هنا عملت فيكتور هخزن فيه الارقام البوزيتيف، وعملت ست هخزن فيها الارقام النيجاتيف، ماشي؟ اهو، لو الرقم اكبر من زيرو هخزنه في الاس، لو الرقم اقل من زيرو هخزنه في الست. بعد كده انا هصورت الفيكتور، والانصر بتاعتي هتبقى ايه، هتبقى عدد الارقام البوزيتيف. الانصر ديت اللي هي الحد الفاصل، ان انت دلوقتي لما تيجي تطبع الماكسيمومز، زي ما قلت لكم هو الموضوع هيكون شكل هرم، هيبقى عامل كده، ان انت بتاب فوت بتاب فوت بتاب فوت، ماشي، وبعد كده بتداون فوت تاني لحد ما توصل للزيرو، او ممكن ما توصلش للزيرو عادي، ممكن الناس تكون عملت اب فوت ما عملتش داون فوت. تمام، فانت هتمشي لوب لحد الانصر وتطبع ايه، هتطبع اي زائد، وانت تمشي من واحد لحد الانصر، او من زيرو لحد الانصر وتطبع اي زائد واحد، اللي هو واحد اتنين تلاته اربعه وهكذا. حلو، وبعد كده يا معلم هتشوف في كام رقم نيجاتيف وهتنزل بقى، بدل ما انت كنت مثلا طلعت لحد ما وصلت واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، في ناس هتعمل داون فوتس فهتنزل اربعه تلاته اتنين، لحد ما نشوف بقى انت هتنزل قد ايه. انت هتنزل هنا بعدد الارقام النيجاتيف. تمام، بعد كده هتنزل سطر. تعال نشوف بقى احنا هنطبع المينيموم ازاي، المينيموم هيطبع ازاي. هو احسن طريقة للمينيموم ان انت شخص عمل لايك وشال اللايك تاني، شخص عمل لايك وشال اللايك تاني، شخص عمل لايك وشال اللايك تاني، وهكذا. حلو، طيب، ده هيتقسم لحاجتين، او وبعد كده هتلاقي بقى في ناس عملت لايك لايك لايك، صح؟ طيب، يبقى انت في الاول يا معلم
هتعمل ايه؟ هتشوف الناس اللي موجوده في الست او الناس اللي ليها نيجاتيف. طب هتعرف ازاي ان الرقم ده ليه نيجاتيف؟ ان الفايند بتاع انت تمشي طبعا على الايه، على الارقام البوزيتيف. لو هتعمل فايند على في النيجاتيف على الرقم دوت، لو لقيته موجود هتطبع واحد وزيرو، اللي هو ايه، اللي هو الشخص ده عمل لايك بعد كده شال اللايك تاني، تمام. بعد كده هتمشي على على الفيكتور تاني اللي هو البوزيتيف، وهتقول ايه، هيكون معاك كاونتر طبعا سي ان تي، ماشي، هات سي ان تي بلس بلس، وهات ايه، وهتطبع الكاونتر دوت بس كده، تمام. حد مش فاهم؟ يعني هي اول مساله اعتقد الكل بيكون حلها. ممكن ما تكونش طريقه التكويد احسن حاجه زي ما قلت لك، بس هي الفكره، بس يعني المساله رخمه شويه، فانت ممكن، المهم بس انك تفهم الفكره، ان انت في الماكسيمم هتمشي كده، في المينيمم انت هتمشي واحد زيرو، شخص عمل لايك، شخص عمل ديسلايك، شخص عمل لايك شال اللايك تاني، لايك شال اللايك، بعد كده تشوف الناس اللي عملت لايكات بقى بس كده. حد مش فاهم؟ طيب نخش على المسألة التانية. المسألة التانية اللي قعدنا وقت طويل عشان نفهمها. بص يا معلم، بيقول لك إن في بنت عايزة تشتري حيوانات، ماشي، فعلشان تشتري حيوانات هي هتشتري حيوانات من نفس الفصيلة، يعني مثلا وليكن هتشتري قطط، كلاب، أيا كان. انا هنا ما اهتمتش ان انا اترجم حتى اسم الكائن ايه، مش هتفرق معانا يعني. و بيقول لك ان انت عشان تشتري حاجه هي ما تعرفش الفصيله بتاعتها ايه، او الجنس بتاعها ايه، ذكر او مؤنث، وكمان صاحب المحل ما يعرفش. علشان نعرف هل دوت ذكر ولا مؤنث، احنا بس مجرد ان احنا هنجيب دكتور يعرف لنا. الدكتور دوت بيتحدد بالرقم 2، الرقم 2 دوت هو الدكتور، تمام. طيب ورقم 1 معنى كده ان انا اشتريت حيوان، حلو. طيب هو بيقول لك ان انت عشان تشتري حيوان انت هتحطه في قفص، القفص دوت مزدوج، يعني بيشيل مكانين. يعني دلوقتي انت عشان تشتري قفص، القفص ده مزدوج، مزدوج يعني بيشيل مكانين بس. انت ما ينفعش تشيل ما ينفعش تشيل حيوانين من نفس من عكس الجنس في نفس الايه، في نفس القفص. يعني ما ينفعش تخزن ميل وفي ميل في نفس القفص، لا، ممكن ميل وميل او في ميل وفي ميل، ماشي. طيب تعال نشرح التستات عشان نفهم. هنا في البداية معاك واحد واحد واحد، معنى كده ان انت اشتريت حيوان واشتريت حيوان واشتريت حيوان. طيب لما تشتري حيوان في اللحظة الاولى انت مش عارف نوعه، فهتشتري له قفص تحطه فيه، حلو. بعد كده هتشتري حيوان تاني انت مش عارف نوعه، فانت تخاف تحطه هنا مع الاولاني يطلع من عكس النوع فيحصل مشكلة، فلا، هتشتري له قفص تاني تحطه فيه، وهكذا. التالت هتشتري له قفص تحطه فيه، يبقى اجابتك 3، تمام. طيب هنا طبعا هو ما اشتراش حيوانات خالص، فالاجابة 0. طيب هنا هو هيشتري الحيوان الاول، هو ما يعرفش فصيلته، فهيجيب له ايه، هيجيب له قفص. بعد كده هيشتري الحيوان التاني، هو ما يعرفش فصيلته، فهيجيب له قفص. بعد كده هيشتري الحيوان التالت، هو ما يعرفش فصيلته، فهيشتري له قفص. اصبح معانا كام قفص؟ احنا اصبح معانا 3 اقفاص، كل قفص منهم في حاجة، وليكن مثلا ميل، هنا في ميل مثلا، وليكن مثلا هنا ميل، حلو. طيب الدكتور جه، الدكتور جه بعد كده، فالدكتور هيبدأ يوفق اللي شبه بعضه مع بعضه، وليكن مثلا هو هياخد الميل دوت يحطه فين، هيحطه مع الميل دوت. اصبح معايا ان انا معايا ايه، قفص فاضي. فلما جيت اشتريت حيوان جديد انا معايا قفص فاضي، فهحطه هنا، وليكن مثلا ميل او في ميل، مش هشتري له قفص جديد يعني. عشان كده الإجابة كام؟ الإجابة 3. حد مش فاهم السؤال؟ حد مش فاهم السؤال؟ طيب حاجة زي كده هنحلها ازاي؟ هي الموضوع جريدي جدا، الموضوع جريدي جدا، ان انت بس مجرد لما تلاقي فصيلة، لما تيجي تشتري كائن، هتشوف عدد الاقفاص اللي معاك او الاقفاص الفري اللي معاك كام. لو معاك اقفاص فري
هتحط ايه؟ هتحط الكائن دوت في القفص، في قفص منهم، وتعمل فري ماينس ماينس. طيب لو انت دلوقتي جيت دكتور، او لا، لو انت اشتريت قفص، اشتريت حيوان ولقيت الفري او القفص اللي معاك مش هتكفي، فانت هتشتري قفص جديد. انت عارفين زيها زي ايه؟ زي المسألة اللي احنا لسه قايلينها من شوية. انت هنا اشتريت 3 اقفاص للتلات حيوانات دول، تمام؟ لما جه الدكتور هو خد واحد منهم وحطه مع التاني، فلما تيجي تشتري حيوان جديد، ماشي، انت كده كده معاك واحد فري، او معاك واحد متبقي، فانت مش محتاج ايه، مش محتاج تشتري، فانت هتعمل فري ماينس ماينس، تمام؟ حد مش فاهم السؤال؟ طيب الحل بتاع حاجه زي كده، زي ما قلنا، ان انت هيكون معاك فاريبل بتخزن فيه الفري، و طول ما الفري دوت معاك، طول ما انت معاك فري يعني، يبقى خلاص هتعمل فري ماينس ماينس. غير كده انت بتعمل ايه؟ بتعمل انسر بلس بلس، اللي هو ايه؟ اللي هو عدد الاقفاص، بتزود عدد الاقفاص، تمام؟ وبيكون معاك فاريبل جديد بتخزن فيه الميل، وفاريبل بتخزن فيه الفيميل، تمام؟ تعال نشوف الكود على طول. بص، هنا انت بتمشي من زيرو لان، بتدخل المتغير بتاعك. لو المتغير بتاعك، لا سيبك من الاتنين دلوقتي، لو هو بواحد انت بتعمل ايه؟ unknown بلس بلس. الانون ده اللي انا مش عارفه، انا مش عارف هو جنسه ايه، تمام؟ بتقول لو انت معاك فري فالفري ماينس ماينس، غير كده فانت بتعمل الانسر ايه؟ بلس بلس. طيب لما يجي الدكتور هيعمل ايه؟ لما يجي الدكتور انت عندك احتمالين. احتمال ايه؟ احتمال يعني لو جيت بصيت هنا المسألة دي، انت معاك 4 احتمالات. الاحتمال الاول ان انت يكون معاك قفص فيه ميل بس، يعني ده اللي فاضي، في مكان فاضي مع ميل، وفي مكان فاضي مع فيه ميل. وفي احتمال تالت ان انت يكون في معاك مكان فاضي مع ميل بس، ماشي؟ وليكن مثلا هنا الاف ديت معاها، فانت معاك احتمال، يعني ايه؟ نفترض ان انت معاك ميل وفي ميل، او ميل بس، او في ميل بس، او معكش حاجة خالص، صح؟ هي دي الاحتمالات بتاعتي، ان انت يكون معاك مكان فاضي هنا، او معاك مكان فاضي هنا، او معاك مكان فاضي في الاتنين، او مش معاك مكان فاضي ولا هنا ولا هنا. فانت هتعمل ايه؟ لو انت معاك مكان فاضي للميل ومعاك مكان فاضي للفيميل، فانت هتعتبر ان انت، وليكن مثلا انا هحط في الميل، ماشي، وهعمل للفري بلس بلس. دي زيها زي ايه؟ زي هنا لما جينا قلنا ان انت لما ديت خلاص راحت مع الفيميل، تمام؟ لما الجيل الرابع اشتريته، هنا مثلا اهو، لما جيت اشتريت الرابع، انا معايا ايه؟ انا معايا مكان فاضي في الميل، ومعايا قفص فاضي ما فيهوش اي حاجه، صح؟ طيب هو انا قبل ما الدكتور يجي، لما كان ده لوحده، قبل ما الدكتور يجي مش كان كل واحد لوحده؟ يعني عدد الفري بزيرو، صح؟ طيب لما الدكتور جه ولقى في مكان فاضي، هو عمل ايه؟ هو شال الاف دي او الفيميل دي من هنا، حطها مع اللي زيها، وعمل فري بلس بلس، يعني زود لي عدد الايه؟ عدد الاقفاص الفاضيه، تمام؟ طيب ايه الاحتمال التاني؟ ان انا يكون عندي ميل. الميل ده اللي هو ايه؟ الميل دوت اللي هو انت بس مش معاك في ميل، انت معاك ميل، يعني معاك مكان فاضي مع ميل، فانت هتشتري قفص جديد للي جاي، ما انت مش عارف اللي جاي نوعه ايه، هنفترض ان هو نوعه في ميل، فانت محتاج له قفص جديد، تمام؟ طيب والعكس صحيح، لو انت معاك الفيميل بس، فانت هتعمل الميل بلس بلس. طب غير كده ان انت معاك الاتنين فاضيين، فانت ممكن تشتغل على الميل، ممكن تشتغل على الفيميل، وليكن مثلا احنا هنشتغل على ايه؟ على الميل، وطبعا الانون بنعمل له ايه؟ ماينس ماينس. بس كده، هي دي المسألة. حد مش فاهم حاجة؟ في حاجة واقفة مع الناس؟
عايز بس ممكن تجيب الكود ثانية. اتفضل. اهو وهو أول مرة خالص لو هو قال، لو احنا قلنا ال x equal equal، لو هو أول مرة خالص لو هو equal 1 هيخش على ال else. هيخش هنا ال unknown، تمام، ال الانون unknown بلس بلس، يعني كده انا معايا، هبتدي انا معايا حيوان مش عارفه، تمام. طبعا الفري يعني هتكون بزيرو، الفري هتكون بزيرو طالما هو اول حيوان، فهيخش على الانسر بلس بلس على طول. الانمون دي كان اصلا بزيرو، تمام. تمام. هو هيفضل يزود لحد ما الدكتور يجي، تمام. بعد ما الدكتور يجي هيعمل ايه؟ بعد ما الدكتور يجي بقى هيشوف عدد الوحايد او عدد الكائنات اللي انت مش عارفها دي، يبدأ يحدد هي ايه ويوزعهم على اللي شبههم. تمام. هو لو طول ماشي، انت متلخبط ليه؟ بس واحدة واحدة بالراحة. والسؤال صعب شوية. هو بص، والله انا بقول لك، انا بص يعني بص فين فين انا حله بعد ساعتين 35 دقيقة، يعني تخيل من 17 دقيقة لساعتين 35 دقيقة، مش عشان حاجة بس انا مش فاهم. انا مش فاهم. واحدة واحدة. بص انت في الاول، في الاول بيكون معاك الاقفاص فاضية، انت بيكون مش معاك اقفاص خالص، حلو تمام. ماشي. جالك حيوان فانت هتعمل ايه؟ هتشتري له قفص وتحطه فيه، ولا نفترض ان انت معاك مثلا ميل، ماشي، يبقى انت كده معاك مكان فاضي للميل. طيب جالك حيوان جديد انت مش عارف نوعه ايه، فلازم تشتري له قفص جديد. هتقولي طب ما نحطه هنا، هنعتبر ان هو ميل ونحطه هنا. طب افرض هو الدكتور ما جاش، انا بجيش بشتغل قفص جديد. بالظبط كده، حلو، وليكن هيطلع في ميل مثلا، اهو في ميل، ماشي. طيب الدكتور جه، او بلاش دي، تعالى نشتري حيوان جديد. اشتريت حيوان جديد اهو، وليكن مثلا سواء ميل او في ميل مش هتفرق معايا، وليكن مثلا طلع ميل، لما الدكتور يجي هيعمل ايه؟ هياخد الميل دوت يحطه هنا وهيفضي لي قفص. الفكرة اللي أنا فكرت فيه إن أنا لو عندي على الأقل خالص 3 أقفاصهم حيوانات، يعني أنا عندي 3 حيوانات اشتريتهم، على الأقل خالص هيطلع فيهم 2 ميل، واحد في ميل، يا 2 في ميل وواحد ميل. ده اللي أنا فكرت فيه، لأن أنا وأنا النهاردة كنت لما بفكر حل المسألة يعني. تمام، ده اللي أنا فكرت فيه صح، تمام؟ طيب انت فهمت الحتة ديت؟ أه فهمت. تمام. انا بصراحة مش مجمع فكرتك قوي، فما ممكن تفاصيل اكتر؟ انا اشتريت 3 حيوانات، حلو. يعني على الاقل خالص يا 2 ميل يا واحد، واحد في ميل او مظبوط 2 في ميل واحد ميل، مظبوط. تمام. هو ده الفكر اللي انا ممكن اعتمد عليه وانا بحل السؤال. ماشي. ما هو انت كده مش حاسب الفري. ما هو بعد ما الدكتور يجي لو الدكتور جه هياخد ال2 ميل مع بعض واحد في ميل. تمام. ده فكر الحل اللي احنا حلينا بيه، اللي هو ما هي الفكرة، الفكرة في ايه؟ ان انت بتشتري حيوان جديد بتحاول تخزنه في قفص احتياطي لحد ما الدكتور يجي، فاهم قصدي؟ تمام. فانت ازاي هتحسب بقى انك تشتري قفص، او تحسب هل انت معاك قفص قبل كده ولا لا؟ وضح لي تمام الحتة دي. ماشي. يعني احنا مثلا مش عارف اوضحها ازاي، بس هو انا قلت مثلا ايه وانا بفكر ان احنا مثلا معانا تلات انا اشتريت 3 حيوانات، على الاقل خالص 2 ميل واحد في ميل، يبقى انا هحتاج على الاقل خالص يبقى انا هحتاج كده قفصين بس. انا مش بدي، انا ما اديتش طريقة حل، انا انت بتقول ما فكرة. ايوه كودتش فاهم حاجة قصدك، فاهم قصدك. انا ما كودتش حاجة خالص، ايوه فاهم قصدك. تمام. عايز بقى يعني عايز اعرف الكود، افهم بس الكود بس اللي حضرتك كده. تمام. بص دلوقتي زي ما قلت لك، خلينا نشتغل على الحتة دي. نفترض ان انت دلوقتي اشتريت 3 حيوانات، حلو، تمام يبقى انت هتشتري لهم 3 اقفاص لان انت مش عارف نوعهم ايه. تمام طيب التلات احتمالات دي انت اكيد اكيد، او على الاقل خالص، يا اما 2 ميل واحد في ميل، يا اما 2 في ميل واحد ميل، صح؟ تمام حلو. لما الدكتور يجي هيعمل ايه؟ هياخد الواحد المتشابه دوت
يروح ايوه يخزن، هيحطه مع النار هيحطه اللي مع فوق. ايه؟ مع اللي شبهه. ويبقى انت كده معاك قفص، ايه؟ قفص فاضي. ان انت طب لو تمام، ان انت لو اشتريت حيوان جديد ما تشتريلوش قفص، لا، احطه في حطه القفص في اللي القفص فوق. دوت. فاهم قصدي؟ طيب اه نفترض ان تمام، انت معاك، نفترض ان انت معاك في ميل، يبقى لا، اعتبر اللي جاي دوت ميل. يعني انت دلوقتي ما معكش ميل فاضي، معاك بس في ميل فاضي. حلو، خلاص، يبقى اعتبر اللي معاك دوت ميل. انت بتحاول تجيب بعتبر أسوأ الأحوال يعني. بالظبط كده اهو. احنا تمام قايلين في الكود اهو، لو لقيت الفيميل، لو لقيت الاتنين موجودين اعتبر ان هو ميل، مش هتفرق معايا سواء ميل او فيميل. ماشي، لو لقيت ان هو اوكي، ميل اعتبره فيميل، لو لقيت ان الفيميل بس اللي موجود زي في الحاله دي كده، خلاص يبقى اعتبر دوت ميل عشان تزود ايه، تزود البتاع. طيب لو لقيت ان الاتنين مش موجودين، مش هتفرق معايا بقى، فاعتبره ميل عادي. تمام يعني هو في الأول خالص هو اعتبره ميل، اه، وبعد كده ولو هو ميل هيعتبره في الاول خالص اعتبره ميل. ماشي، تمام. في الاول خالص هو هيعتبره ميل. حلو، طيب نفترض ان هو راح يشترى حيوان جديد، فهو هيعتبره في ميل. مش هتفرق زي ما قلت. انت فاهم الحتة دي، ان انت لو اشتريت 3 حيوانات يبقى 2 ميل 1 فيميل. أكيد في الاثنين. واصله لك الحتة دي صح؟ طيب وصل. لما الدكتور يجي هيعمل ايه؟ هيكشف على الثلاثة، هيحط. هيلاقي 2 شبه بعض فيحطهم مع بعض. أنا فاهمها كده، بس أنا مش فاهم الكود. أوضح الكود أكتر، بس معلش حلو، الكود طيب نفسه. بص، الميل والفيميل دي يعني في مكان فاضي مع ميل ولا في مكان فاضي مع فيميل. حلو، تمام. طيب هنا بقول لك ايه، لو في مكان فاضي مع ميل وفي مكان فاضي مع فيميل، زيها زي هنا اهو. انت هنا في مكان انت عايز تنقل دوت، تنقله فين؟ في مكان فاضي مع ميل وفي مكان فاضي مع فيميل. حلو، يبقى انت هتعمل ايه؟ هنقله مع الميل. تمام هتنقله مع الميل. يبقى هتخلي المكان الفاضي مع الميل ده ينقص واحد، ان كده خلاص ما بقاش في مكان فاضي مع ميل. حلو، وتعمل للفري بلس بلس، ان كده بقى معاك قفص فاضي. تمام، تمام طيب لما يجي يدخل لك حيوان جديد ولقى في مكان فاضي مع الفيميل، يبقى انت تعتبره ايه؟ يبقى انت تعتبره ميل عشان تزود، عشان تجيب اسوأ حاجة. نفس الكلام طب للعكس، لو ميل فانت تعتبره فيميل عشان ايه؟ تجيب الاسوأ حاجة. طب لو الاتنين مش موجودين، او نفترض ان انت معاك كده ومعاك قفص فاضي، سواء اعتبرته ميل سواء اعتبرته في ميل، مش هتفرق معايا في حاجة. وليكن هنعتبره في ميل، هنعتبره ميل يعني. تمام، تمام هي قيمة الميل وفي ميل زادت امتى عن الزيرو؟ مش انا بعتبرها في الاول بزيرو، بزيرو. اه، امتى زادت؟ امتى زادت؟ لما الدكتور يجي، لما الدكتور فهو يجي اول مرة خالص هيعتبر اول مرة خالص، مش هيخش في اول اف ولا تاني اف ولا تالت اف، هيخش في اخر اه الالف هيخش اللي هو في هيعتبره الالس دي. ميل. اه خلاص تمام فهمت. ماشي، اعتبره هيزود بقى ان دي خلاص بقى معايا ميل. حلو، بعد كده خلاص تمام التاني هيخش على دي فيزود في الفيميل، التالت هيخش تمام هنا وهيزود لي فري، بس تمام فهمت. هيخلي الميل ماينس ماينس، عشان بعد كده لما يجي يدخل تاني يخش على الفيميل فيزود الميل، بعد كده يخش على هنا، بعد كده يخش على هنا، ويفضل بقى شغال في الحتة دي والحتة دي. تمام، تمام، شكرا. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ طيب نشوف مسألة سي. طب حد فكر في مسألة سي دي؟ يعني تعالى بس نعرف الأول هي المسألة بتقول ايه. بيقول لك ان انت هيدي لك ان و ام، الدايمنشنز بتوع الجريد بتاعتك، وليكن مثلا هيدي لك حاجة زي كده، هنفترض ان هي 4 في 4. تمام، هيحط لك هنا رقم وهنا رقم وهنا رقم وهنا رقم وهنا رقم وهنا رقم.
تمام. دي المسألة التالتة، هنعتبر ان انت معاك كده 4 في 4، جريد 4 في 4، ال n ب 4 وال m ب 4. بيقول لك عشان الماتريكس دي تكون هي هو ايه، الجود ولا هي ايه، بيوتيفول ماتريكس او بيوتيفول بلانكت، ماشي، لازم قيمه الاكس اور للاربع عناصر دول تكون بتساوي قيمه الاكس اور للاربع عناصر دول، وقيمه الاكس اور للاربع عناصر دول تكون بتساوي قيمه الاكس اور للاربع عناصر دول. فاهمين المساله عايزه ايه؟ بيقول لك كل سب ماتريكس 4 في 4، اي سب ماتريكس 4 في 4 لازم ان الاربع عناصر الاولانيين دول يكون الاكس اور بتاعهم بيساوي الاربع عناصر دول، والاكس اور بتاع الاربع عناصر دول يكون بيساوي الاكس اور للاربع عناصر دول، تمام. طيب يعني لو جينا زودنا دايمنشن هنا، ماشي، هنزود معاها ان الاكس اور بتاع الاربع عناصر دول، لا تعال نشيل بقى الكلام ده، تعال نزود دايمنشن، احنا قلنا كل سب ماتريكس 4 في 4، فيبقى الاكس اور بتاع الاربع عناصر دول يكون بيساوي الاكس اور بتاع الاربع عناصر دول، والاكس اور بتاع الاربع عناصر دول يكون بيساوي الاكس اور بتاع الاربع عناصر دول. ده طبعا، ونزود عليه الشرط الاولاني اللي هما دول، ده بيساوي ده وده بيساوي ده. فهمتوا المسألة عايزة ايه؟ طب حد فكر في المسألة دي؟ يعني لو حد فكر ممكن نتناقش في الفكرة شوية. هو انا فكرت بس حته ان هو عايزهم ماكسيمم نمبر اوف ديفرنت نمبرز، يعني ان هو عايزهم ديفرنت، دي اللي وقفتني. ان هو فكرت مثلا ممكن استخدم الاصفار والحاجات بطريقه ما، يعني بس يعني طب لقيت ديت حاجه صعبه. انت اخدت بالك ان الارقام لحد 200 بس، يعني ال n في بروفورس يعني n في ال n في m 200، ف 200 في 200 يعني 200 10 اس 4، يعني ده 4 في 10 اس 4. انت 10 معاك اس 4 في 10 اس 3 تيست كيسز، يعني 10 اس 7 يعني. مش هتفرق، انت ليك في كل تيست منفصل عن صاحبه، يعني 200 في 200 ده لكل تيست، يعني انت 44,000 رقم، وانت معاك في ال... انت معاك في ال... اسمه ده، لا اله الا الله، انت معاك في البيتس 63 بت او 62 بت، هو بيقول لك اصغر من 63، معاك 62 بت. طيب تعال نفكر بطريقة كويسة. بص، هو احنا عارفين ايه؟ احنا عارفين ان لو معانا ايه اكس اور بي بيساوي سي، يبقى بي اكس اور سي بيساوي الايه، صح؟ وبي وسي اكس اور ايه بيساوي البي، صح؟ تمام. خلي ديت على جنب. طيب لو جيت قلت لك ايه اكس اور الايه بيساوي ايه؟ صفر. صفر، حلو قوي. يبقى احنا معانا البروف ده ومعانا البروف ده، خليهم على جنب دلوقتي. نفترض يا معلم ان انا جيت حطيت لك هنا، امسح دي امسح دي، نفترض ان انا جيت حطيت لك هنا 1 2 وهنا 1 2 كده، الاكس اور بتاع اول سب ماتريكس كام؟ الاكس اور بتاع الحتة دي كام؟ هو يبقى 1 2 3، 1 2 1 2، اه 1 1 بصفر، و2 2 بصفر، 0 0 انت صفر، صفر، صح. يبقى الاكس اور بتاع الحتة دي زيرو. طيب يبقى احنا برضو عايزين الحتة دي الاكس اور بتاعها يبقى زيرو، صح؟ تمام. طيب لو جيت حطيت لك هنا يا معلم، بدل الاتنين بقى ممكن نقول 3 و4،
وهنا برضو 3 و4، صح ولا غلط؟ صح. حلو قوي. يبقى معايا برضو الحتة دي كام؟ برضو الحتة دي الاكس اور بتاعها بكام؟ بزيرو. طيب تعالى للسب ماتريكس دي، وانا تقريبا لقطت فكرة ان هو ثواني، انا هملا نفترض ان انا حطيت لك دي 5 ودي 5، زبط ماشي؟ وصلت يبقى السب ماتريكس دي 2 و3 يعني و2 احنا و3 هيبقى 0، وهنا 4 و5 و4 و5 هتبقى 0. حلو. ايوه طيب احنا بقى يا معلم، يعني تمام. انت لو خدت بالك ده 1 وده 1، ده 2 وده 2، ده 3 وده 3، ده 4 وده 4، كل ده كولوم 5 هيدي وده رقم 5. اه بس بالظبط. بس في مشكلة ان ده هيكون شبه ده، وده هيكون شبه ده، وده هيكون شبه ده، وده هيكون شبه ده، وده شبه ده، واحنا عايزين نزود ال different numbers. فاحنا ممكن نعملها ازاي؟ ممكن نزود ال different numbers ازاي؟ بزيادة مش عارف مية. صراحة. طيب حد جاله فكرة؟ طيب صلى على النبي. الأرقام احنا قلنا هنعمل ايه؟ 1 2 3 4 5. لو فضلنا ماشيين كده هنمشي لحد كام؟ 200، صح؟ ال200 دي اللي هي 2 أس كام؟ هي أكيد مش هتعدي ال2 أس 20، هي أكيد 1000000% هي أصغر من 2 أس 20، صح؟ طيب مش ده معناه إن احنا ممكن يا معلم نيجي على الرقم اللي هو رقم الكولوم اللي هو الاي اللي هو هنا هيبقى 0 1 2 3، دي ارقام الكولوم، صح؟ مش احنا ممكن نعمل نشيفت الرقم دوت، نشيفته ليفت 20 مرة ونجمع عليه الاي، ونجمع عليه سوري الكولوم، فاهم حاجة؟ ازاي شفت 20؟ بص نفترض دلوقتي، تعال نشتغلها بالبيتس احسن عشان تفهم. نفترض دلوقتي ان انت معاك رقم الكولوم الاول 0، رقم الكولوم الثاني طبعا هيكون 1، الثالث 2، الثاني 0 1 2 3 4 5، ماشي؟ طيب انت عايز تعمل ايه؟ انت في كل مرة، في كل مرة انت هتجمع ايه؟ هتجمع 0 1 2 3 وهكذا، الكلام ده مع كله 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3. بس انت عايز تخلي الارقام دي different، صح؟ فانت يا معلم هتمسك الرقم دوت، هتمسك الرقم ده هتعمل له شيفت ليفت 20، بحيث ان انت تبش هنا 20 0، ولما تيجي تضيف الرقم ده هو بالنسبة لك بقى رقم مختلف. هتيجي هنا هتشيفت الرقم ده 20 0، فبقى الرقم يعني 0 لما تشيفته ليفت 20 أكيد لا يساوي الواحد لما تعمله شيفت ليفت 20، صح؟ تمام. وساعتها لما تيجي تضيف الواحد أو الاتنين أو التلاتة أو الأربعة نفس الإكس أور هيفضل زي ما هو، اي الاكس اور بتاع ده هيبقى هو الاكس اور بتاع ده، اللي هو هيبقى كام لو جدع اقولها؟ تعال نحسبها، تعال نحسبها. الزيرو متشفت 20، اكس اور الواحد شفت 20، وتحت ما ليكن هنا هو برضه هيبقى الواحد شفت 20. لا لا لا، ثواني، ده انت هنا احنا قلنا هنعمل ايه؟ احنا قلنا هنمسك الاندكس بتاع الكولوم بتاع الرو، وليكن هنا مثلا في الاول 0 هنعمل له شيفت 20 شيفت ليفت عشان نزود نخلي صفار في الاول كتير، ماشي؟ طيب وبعد كده تعمل ايه؟ هتجمع عليه الجي، او هتجمع عليه الكولوم، وليكن مثلا هتجمع عليه هنا 0، بعد كده شيفت ليفت 20 بس مجموعه مع الواحد، حلو. تحت بقى هيبقى الواحد معمول له شيفت ليفت 20 ومجموعه عليه 0، وهنا
الواحد شيفت ليفت 20 برضو مجموع عليه واحد. لما تيجي تعمل لهم اكس اور مع كله، الواحد ده هيطير مع الواحد ده، صح؟ طيب ماشي، يتبقى معاك ايه؟ واحد وواحد هيطير هتلاقي ده برضه، بيطير مع ده، ده صفر، وده صفر، بس بس يبقى الاكسور بتاعهم صفر. هكذا بقى الكلام ده هيتكرر مع كله. حلو. هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان هنا نفس قيمة الشيفت ليفت اللي هنا، وهنا نفس قيمة الشيفت ليفت اللي هنا، وهنا احنا اثبتنا في الاول ان ايه، ان انت لو معاك نفس الارقام، لو جينا عملنا نفس الارقام هيبقى ايه؟ هيبقى الاكس اور بتاعهم بزيرو، صح؟ انت بس مجرد زودت ايه؟ زودت هنا في الاول، او تعالى نروح للتيبل بتاعنا، انت بس مجرد هنا زودت شيفت ليفت 20، وهنا زودت شيفت ليفت 20، عشان بس مجرد ان انت ايه، تخلي الارقام ديفرنت. حلو. وهنا طبعا هيبقى 2 شيفت ليفت 20، 3 شيفت ليفت 20، وهكذا. وصلت؟ تمام. مصطفى فاهم؟ اه تمام. بس تعال نشوف الكود بتاع حاجة زي كده اهو. انت بيبقى معاك ال N وال M، بتعمل سي N لل N وال M، عدد الحروف المختلفة هيبقى N في M طبعا، هتمشي بقى من I ل N ومن O لحد M، هتعمل ايه؟ ال I shift left 20 OR مع ال O، بس كده. تمام. هي دي شيء، ايه العلامة دي؟ علامة ايه؟ اللي هي ال ايوه دي شيفت ليفت. شيفت ليفت، اه بتشفت الرقم بالباينري ال 20 زيرو يعني. بالظبط كده. ودي علامة طب والاور دي علامة الاو. هنا لازمتها ما هو انت عشان لما احنا تشفت الرقم، لما تشفت الرقم ايوه وليكن مثلا انت معاك وليكن مثلا انت معاك خمسة، وليكن انت معاك خمسة، لما تعمله شيفت ليفت 20 يبقى انت بتحط قدامه 20 صفر، تمام. ماشي؟ الفكرة بقى ان انت بتعمل اور مع الاو، اللي هو زي فوق كده، ان انت بتضيف الواحد والاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة. انا قلت لك احنا الارقام اخرها لحد 200، فال 200 دي احنا ضامنين ان هي هتكون ايه؟ هتكون متغطية بالاصفار دي، عشان كده اخترنا وليكن رقم كبير زي ال 20 مثلا. كان ممكن تحط 10 بس عادي، مش هتفرق، بس هي يعني الفكرة ان احنا ايه؟ فأنا كده ضمن إن كل الأرقام هتبقى مختلفة اه بالظبط كده، بالنسبة لي للأرقام. بالظبط كده. وصلت؟ تمام. تمام ماشي. نخش على المسألة اللي بعد كده، المسألة الرابعة. بص، هو بيقول لك في واحد رايح محل هدايا وعايز يشتري هدايا لاتنين صحابه، معاه اتنين صحاب، ماشي؟ لما بيخش محل هو يا اما بيشتري الهدية الاولى لصاحبه الاول، او بيشتري الهدية التانية لصاحبه التاني. يعني ما ينفعش ما يشتريش من محل، وما ينفعش يشتري الهديتين اللي موجودين في المحل دوت. تمام؟ يعني انا هخش على محل، يشتري الاولى لصاحبي الاولاني، يشتري التانية لصاحبي التاني، لازم واحدة بس منهم اللي اشتريها. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك مش هيفرق انت اشتريت لكل واحد من صحابك دول كام هدية، انت هيفرق معاك قيمة الهدايا. انت عايز الفرق ما بين اكبر قيمة او اكبر تمن للهدايا اللي انت اشتريتها لصاحبك الاول، ناقص اكبر رقم للهدايا اللي انت اشتريتها لصاحبك التاني، يكون مينيمم as possible. تعال نشوف التست الاول. وليكن مثلا انت هنا هتشتري لصاحبك دوت الهدية الاولى دي، وهتشتري لصاحبك دوت الواحد، فطبعا الماكسيموم هنا هيبقى واحد وواحد، فالاجابة هتبقى زيرو. طيب تعالى هنا هنفترض ان انت هتخش هتشتري لصاحبك الاولاني الاتنين والاربعة، وقال ايه؟ الاتنين والاربعة والاتنين، وصاحبك التاني انت هتشتري له الخمسة والتلاتة، فساعتها الماكسيموم هنا هيبقى اتنين، هيبقى اربعة، والماكسيموم هنا هيبقى خمسة، والفرق ما بينهم كام؟ والفرق ما بينهم واحد. فهمت السؤال؟
يعني الرقمين اللي جنب بعض دول اسعار، الرقمين صح اللي كده جنب بعض ولا دول ايه؟ اسعار. اه انت بقى المفروض تختار، يا اما تشتري السعر، تشتري حاجة بالسعر دوت لصاحبك الاول، او تشتري حاجة بالسعر دوت لصاحبك التاني. وانت عايز تجيب اقل فرق ما بين الماكسيمم لصاحبك الاول والماكسيمم لصاحبك التاني. تمام. طيب حد عنده فكرة لحاجة زي كده ممكن نحلها ازاي؟ طيب بص، هسهلها عليك. نفترض يا معلم ان انت اشتريت كل الهدايا ديت لصاحبك. تعالى بس نروح على الوايت بورد عشان انا ما بحبش اشرح هنا. هنفترض ان انت اشتريت الهدايا الاولى كلها لصاحبك الاولاني، واشتريت الهدايا التانية كلها لصاحبك التاني، ماشي؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاجابة بتاعتك هتكون الماكسيموم هنا ناقص الماكسيموم هنا، صح؟ طيب تعال نفترض ان انت ممكن تخش على محل ما ينفعش تشتري منه برضه. افترض ثانية، واحنا بنجيب ماكسيموم السعر، يعني أعلى سعر هدية، ولا بنجيب مجموع؟ لا، الماكسيموم مش المجموع. يعني بص الماكسيموم، هنا يعني مثلا، الماكسيموم 10، مثلا لو أخدت الصف اليمين دوت يبقى الماكسيموم 10، صح بص كده؟ الحل الاوبتيمال للتيست دوت ان انت هتشتري لصاحبك الاولاني دي، وهتشتري له دي، وهتشتري له دي. صاحبك التاني هتشتري له دي، وهتشتري له دي. حلو. يبقى الماكسيموم من هنا كام؟ 4، والماكسيموم من هنا أربعة كام؟ ناقص خمسة 5. خمسة الفرق ما واحد. بينهم 1، عشان كده هو طبع 1. طب أنا ليه مثلا ما أخدش تلاتة وتلاتة ومكسب فرق صفر؟ اللي ما خدش التلاتة والتلاتة والفرق 0. طب ماشي بالراحة، انت عايز تعمل ايه؟ يعني عايز تاخد التلاتة دي كمان؟ مثلا هو آخد أي عدد أنا عايزه، صح كده؟ اه ولا إيه؟ لا، بس خلي بالك طيب ان كل مثلا محل تشتري منه مرة واحدة بس، هتشتري منه حاجة واحدة بس، يا مرة الاولى يا واحدة. التانية، ما ينفعش تشتري الاتنين. تمام. انا في الاول بقول لك ولنفترض، ايوه، انا ما كنتش واخد بالي من الحتة دي. ماشي. تمام؟ طيب تعالى نفترض، وحط تحت كلمة تعالى نفترض دي خط، ان انت ممكن محل تستعمله سكيب، ما تشتريلوش حاجة، ما تشتريش منه حاجة. ده معناه ايه؟ ما هو بص، انت لو اشتريت كل اللي موجود هنا، واشتريت كل اللي موجود هنا، ماشي، ده معناه ان انت تاخد الماكسيمم من هنا والماكسيمم من هنا، وتعمل لهم ايه، وتجيب الفرق ما بينهم، صح؟ طيب أيوة. انا دلوقتي لو انا هعتبر ان انا ما اخدتش، يعني انا هعتبر مثلا ان الاربعه دي هي الماكسيمم في الحاجات دي كلها، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا ما اخدتش ال10، صح؟ يعني لو انا اعتبرت ان الاربعة هي الماكسيمم في الحاجات اللي انا اشتريتها لصاحبي الاولاني، ده معناه ان انا عمري ما هشتري ال10، صح؟ أيوة. تمام، حلو قوي. يبقى انت يا معلم هتشوف الماكسيمم في الحتة التانية ايه. الماكسيمم في الحتة التانية انت هتيجي بقى على الخم سبعة. هتيجي ما انا جاي لك في الكلام اهو، هتيجي مثلا على ال7 هتشتري، لا انا الاحسن ان انا اشتري الاتنين. هتيجي على ال5، لا الاحسن ان انا اشتري الواحد. يعني أنا باخد أقل حاجة واللي هي قصادها أكبر حاجة ناحية تانية انت ولا هتجيب إيه؟ مش اقرب فاهم. حاجة ليك، انت هتجيب اقرب حاجة ليك الناحية التانية، هتجيب اقرب حاجة ليك الناحية التانية بحيث ان هي تكون الماكسيموم. طب هتيجي تقول لي مثلا اقرب حاجة ليك من الناحية التانية ايه؟ هي التلاتة، صح؟ اقرب حاجة ليك الناحية التانية هي التلاتة. خلاص، يبقى انا هعتبر ان هاجي عند ال5 دي هعتبر ان انا خدت الواحد، هاجي عند ال7 هعتبر ان انا خدت الاتنين، هاجي عند ال5 دي هعتبر ان انا خدت الاتنين.
اهو هنا هختار التلاتة، يبقى الماكسيمم من هنا تلاتة والماكسيمم من هنا أربعة، يبقى أربعة ناقص تلاتة. حلو لحد دلوقتي؟ لا مش حلو. طيب تاني، واحدة 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 واحدة، وركز في الكلام عشان التفاصيل هتفرق. ايوه انا جيت اخترت ايه في الاول نفترض دلوقتي؟ دلوقتي، أنا بقول لك واحدة واحدة، نفترض إن الماكسيمم من هنا هو الأربعة، ده معناه إيه؟ تمام، إن أنا إن أنا ان مستحيل انا أكون مش هختار آه العشر. إن أنا مستحيل أكون إن أنا اخترت العشرة، صح؟ طيب تمام أنا عايز أقرب حاجة ليا، أو عايز أخلي الماكسيمم من الناحية التانية يكون الفرق ما بينه وما بينه أقل ما يمكن، مش ده معناه إن أنا أجيب أقرب حاجة ليا اللي هي الأربعة؟ طب الأربعة مش موجودة، يبقى يا تجيب الخمسة يا تجيب التلاتة، لأن الفرق ما بينهم، الفرق تمام ما بينهم وما بينها هيبقى واحد. اه هتقول لي اه خلاص، يبقى انا هاجي هنا يا معلم هعتبر مثلا الخمسة اهي، عادي ممكن اعتبر ان انا يا عم اخدت الخمسة. هتيجي هتقول لي السبعة، لا انا هعتبر ان انا اخدت الاتنين، ما انا كده كده ضامن ان ده الماكسيمم، فلما اخد رقم من هنا هيبقى اكيد اقل مني، فمش هيدخل معايا في يعني انا اللعبة. اختار، يعني بعد ما اتبعت العشرة اخترت ايه في ايه؟ اخترت في العمود الثاني خمسة. وهختار التلاتة، ليه؟ عشان الفرق ما بينهم واحد. هي أقل حاجة، تمام تمام؟ فالماكسيموم من هنا هيبقى أربعة، الماكسيموم من هنا هيبقى خمسة، يبقى خمسة ناقص أربعة بيساوي واحد. حلو. طيب نفترض إن أنا الماكسيموم من الناحية دي كانت تلاتة، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عايز اختار ان اتنين مثلا، او ثواني، لا، واحدة واحدة، دلوقتي انا الماكسيموم بتاعي التلاتة، ده معناه ان مستحيل اكون اخترت الاربعة، وان اكيد انا اخترت العشرة. تمام. حلو، ده اول حاجة. طيب وبعدين برضو ده معناه الناحية التانية بقى، انت عايز تدور على احسن حاجة، انت برضو ده معناه ان انت مستحيل تكون اخترت التلاتة. حلو. طيب انت عايز تدور على اقرب حاجة ليك، اقرب حاجة ليك الناحية التانية هي ايه من التلاتة؟ هي الخمسة، صح؟ يبقى انت هتختار الخمسة دي وتختار الخمسة دي، هتيجي عند السبعة، لا انا هختار الاتنين احسن. بس ثواني، انت اجباري عليك ان انت تختار العشرة، فيبقى عشرة ناقص تلاتة هيبقى سبعة، ده دوت باعتبار ان التلاتة هي الماكسيموم، ماشي؟ تمام طيب تعال نعتبر ان الاتنين هي الماكسيموم، هنعتبر ان انا خدت الاتنينات. حلو، ده معناه ان انا مستحيل اكون اخدت السبعة، ومستحيل اكون اخدت الخمسة، ومستحيل اكون اخدت الاربعة، لان انا لو اخدت الاربعة يبقى الماكسيموم اربعة مش اتنين، يبقى انا كده يبقى انا اخدت كده اخدت العشرة العشرة، اكيد. وبرضه في نفس الوقت انا مستحيل اكون اخدت التلاتة، مستحيل. يبقى التلاتة الناحية التانية شغالة، وعادي ممكن اخد من هنا الواحد، تمام. او ممكن اخد الخمسة، ايا يكن مش هتفرق يعني، بس هي الفكرة كده كده ان انت معاك العشرة اكبر حاجة، فهيبقى عشرة ناقص اتنين بيساوي تمانية، يبقى الأحسن إن أنت كنت تختار إيه؟ تختار الأربعة. حد بقى من الخطوات اللي أنا قلتها دي يعرف يقول لي هنكتب الكود إزاي؟ طب هسهلها عليكم، إحنا من البداية كده، من البداية كده يا معلم، إحنا هنسورت عن طريق الفيرست دوت، بحيث إن هو يكون أكبر حاجة، يبقى مثلا هيبقى واحد وخمسة، هيبقى اتنين وسبعة، اتنين وخمسة، اتنين وسبعة، تلاتة وتلاتة، أربعة وعشرة. سهلتها عليكم شوية. بص الخطوات بتاعتي هتبقى كالتالي،
انا هعتبر ان الاربعه بتاعتي ديت هي الماكسيمم. فلو اعتبرت ان الاربعه دي الماكسيمم، انا مستحيل اكون اخدت العشرة. حلو. طيب وبعدين هشوف اقرب حاجه ليا الناحيه التانية، اقرب حاجه ليا الناحيه التانية هتبقى هي الخمسه. حلو. طيب بعد كده انا هعتبر ان الماكسيمم بتاعي التلاتة. طالما اعتبرت ان الماكسيمم بتاعي التلاتة، يبقى انا مستحيل اكون اخدت الاكبر مني. يبقى الناحية التانية هيكون معايا متغير بخزن فيه الماكسيمم بتاع الحتة التانية دي، بتاعت الحاجات اللي انا متأكد ان انا اخدتها معايا. هدور على ايه؟ هدور على احسن حاجة للتلاتة. انا طبعا هحذف دي، هدور على احسن حاجة للتلاتة هتبقى هي الخمسة. هشوف هي الاكبر ولا الرقم اللي انا اخدته دوت هو الاكبر. فهلاقي ان الرقم اللي انا اخدته ده هو الاكبر، يبقى هعمل ايه؟ هعمل مقارنة ما بينهم. وبعدين هعتبر ان الماكسيمم بتاعي هو الاتنين، يبقى انا اكيد ما اخدتش التلاتة واكيد ما اخدتش الاربعة، يبقى اكيد اخدت العشرة واكيد اخدت التلاتة، الماكسيمم منهم العشرة صح؟ اكيد ما اخدتش السبعة. هلور باوند، يا لهوي انا قلت الحل، هلور باوند على الناحية التانية. كنت لسه هقول لك، بس انا مستغرب ازاي هنعملها حاجه شبه كده، ازاي الور باوند حاجه شبه كده، يعني هي لازم تبقى زي بير، فاهمني؟ طيب بص مجمع. نشوف الحل. انتوا فهمتوا الفكرة طيب هتبقى ماشية ازاي صح؟ اه وصلت. انا عارف ان احنا بنحاول نوفق ما بين اقرب رقمين لبعض، يعني تمام. حاجه بص شبه يا كده. معلم، في البداية انت هيكون معاك بير، انت طبعا هتدخل الان بتاعتك، هيكون معاك array of بير، هتعمل سي ان للفيرست والسكند، وهت insert في المالتي سيت بتاعتك السكند بس. ماشي. تمام. هينسرت الايه؟ هينسرت السكند. هو انا اول ما اخش، وطبعا هسورت، انا قلت لكم هسورت ليه، بحيث ان انا اكون عارف ان ان اللي قبلي ده انا عمري ما اخدته، فدايما هاخد السكند بتاعه لما اجي اعتبر ان دوت الماكسيمم بتاعي صح. تمام. تمام. طيب اول ما اخش على رقم، هعمل اول حاجه ايه؟ ان انا همسح من المالتي سيت السكند بتاعه صح، ان هو انا اكيد مش هاخده معايا اهو. اول ما نخش يا معلم هنا، احنا نمشي طبعا من الاخر للاول اللي هو من الكبير للصغير، انا هعتبر همسح ايه؟ همسح ال ms dot find ال s of i dot second. ماشي. همسح السكند وهحاول اشوف اقرب رقم ليا. اقرب رقم ليا اللي هو ايه اهو، ان انا بعمل lower bound على ايه؟ على الفيرست. لو اللور باوند دوت مش بالاند، انت عمرو حضرت معايا سيشن المالتي سيت امبارح وفاهم الحته دي صح؟ يا وارث مش عارف. ايوه فاهم تمام. فاهم. لو مش الاند، يعني لو في رقم اكبر مني او بيساويني، يبقى هعمل ايه؟ يبقى الانسر بيساوي المينيموم ما بين الانسر والماكسيموم ناقص ايه؟ الماكسيموم ناقص انا. خلي بالك ان انا بخزن هنا الماكسيمم، يعني بشوف كام رقم انا اخدته معايا وبعتبره معايا. يعني نفترض مثلا ان انا اخدت ايه، خلاص انا اشتغلت على الاربعه، يبقى انا اكيد خدت العشره معايا، يبقى الفاريبل اللي هو اسمه ام اكس دوت هيكون بيساوي كام؟ هيكون بيساوي 10. طيب انا لما اعتبر ان التلاته اخدتها معايا، يبقى انا همسح ايه؟ همسح السكند، هلور باوند على التلاته. لما لور باوند على التلاته هيطلع لي الخمسه، بس انا عارف ان الماكسيمم بتاعي 10، فانا بشوف الماكسيمم ما بين القيمه اللي جايه لي من اللور باوند دي والقيمه اللي هي متخزنه اساسا في الام اكس، فبشوف الماكسيمم ما بينهم وبجيب الابسولوت ديفرنس ما بينه وما بين الفيرست بتاعي. حلو. طبعا بمينيمايز. طيب ايه الحاجه التانية؟ نفترض ان انت معاك، وليكن انت بتلور باوند على الاربعه، وانت معاك في المالتي سيت معاك 10 ومعاك 3، فانت بتلور باوند عشان توصل للعشرة، وبعد كده بتماينس ماينس للإتريتور عشان توصل للتلاتة، بس لازم تتشك ان هو مش بيساوي البيجن عشان ما ينزلش تحت، لان مفيش حاجة تحت قبل البيجن اصلا. ماشي. وبعد ما تنزل بتعمل نفس الموضوع، نفس اللي انت عملته هنا بتعمله هنا تاني. طب بعد ما بتخلص بتخزن في الماكسيمم بقى، الماكسيمم ما بين الام اكس اللي معاك دوت والاس اوف اي دوت سكند، اللي هو انت خلاص هتعتبر ان انت مش هتاخد ده، فطبيعي ان انت هتاخد ده، فبتماكسمايز ما بينه وما بين الام اكس. حلو. فاهم لحد دلوقتي؟ تمام. تمام. وبعد ما بتخلص انت بتضيف بقى، شفت انت لما دخلت على الرقم دوت، انت مسحت الحتة بتاعته اللي هنا دي، مسحت السكند بتاعه صح؟ بعد ما تخلص لا، هتضيف السكند بتاعه تاني.
بس كده. وبعد ما بتخلص تطبع الانسر بتاعتك. وصلت ولا ايه؟ وصلت ولا ايه؟ طب وصلت بنسبة كام في المية؟ ايه تمام، وصل تمام. تمام. يبقى زي ما قلنا احنا، بس مجرد احنا عارفين ان دوت الكبير حلو، فهنمشي من على الكبير للصغير. انا لو اخدت خلاص، انا هعتبر ان انا اخدت الاربعة معايا. لما هاخد الاربعة معايا يبقى اكيد اكيد الماكسيموم مش العشرة. حلو، همسح العشرة، هلور باوند على الماكسيموم. هتقول لي طب ماشي، طب ليه ما تقولش الماكسيموم من هنا هيبقى السبعة؟ هقول لك لا، ما انا لما لور باوند ويجي لي السبعة، لو عملت لور باوند مثلا هيجي لي الخمسة. ماشي، طب ما السبعة ليه مش هتكون هي الماكسيموم؟ هقول لك لا، انا هختار معاها اتنين يا عم، مش هختار السبعة منها. انا كده كده ضامن ان الناحية التانية هيبقى اصغر منها. فاهم قصدي؟ فانا دايما بجيب الايه، بجيب اقرب حاجة ليا، لان انا عارف ان لو في رقم اكبر من اقرب حاجة ليا انا هختار معاك مكانه ايه، هختار مكانه الفيرست. تمام. يعني تمام. هم دول الاربع مسائل اللي احنا اتفقنا ان احنا هنحلهم. كونتست بسيطة يعني، مسألة حلوة بصراحة يعني، عجبتني. بعيدا بس عن خلاص، بعيد، مش مش بسيطة بسيطة. اه مش بسيطة. انا سحبت، دي يعني، هي بي ديت سحبت الكلمة تاني. هي بي ديت قعدنا فيها 5 نحل فيها، ما عرفناش نوصل لحاجة. أعوذ بالله، ما اعرفش اعمل طب كده ليه. تمام، احنا كده خلاص خلصنا، نقفل بس الريكورد.